مشاهدينا الاعزاء صباح الخير واهلا بيكم معانا وفقره الجمال والجلد. في هذه الفقره هنتكلم هذا الاسبوع عن السمنه وعلاقه جراحات التجميل في انهاء مشاكل السمنه بالنسبه للشخص اللي بيبحث عن الرشاقه والجمال. بنلتقي في هذه الفقره مع الاستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. هي السمنه الحقيقه مرض العصر، ودلوقتي جميع القوى المتقدمه نسبة عالية جدا منها بتعاني من مشكلة السمنة، والسمنة جت مع التطور الحديث والعلم الحديث، والإنسان ابتدى قليل الحركة، وبقت الأجهزة الكمبيوتر والريموت كلها حاجات بقت تحرك كل حاجة، وبقى الإنسان قليل الحركة. المشكلة إنه بياكل كتير بطريقة غير منتظمة ومجهود قليل، وكانت النتيجة إن دي بقت موضوع السمنة. عشان كده السمنة لو جينا لأسبابها بنلاقي النسبة العالية جدا من أسباب السمنة هي التطور اللي حدث في هذا العصر، اللي بينتج عن تناول كميات كبيرة من الأكل دون أن يكون هناك مجهود يعوض فقد هذه الكمية دي ناحية. الحاجة الثانية نسبة بسيطة من الأمراض الموجودة بيكون سببها الإخلال في وظائف الغدد الصماء، بمعنى إن بعض الإخلال بالغدد الصماء سواء كانت الغدة الدرقية أو الغدة الفوق كلوية أو الغدة النخامية الموجودة في تجويف في قاع الجمجمة، اي اخلال في وظيفه من وظائف الثلاثه بطريقه او باخرى بيكون من ضمن اعراضه ظهور السمنه في بعض الحالات. الحاجه اللي بعد كده هو هناك عوامل نفسيه. الانسان يقعد في البيت يقول انا بكون متضايق جدا فبعوض اكلي في الاكل، او بعوض المجهود والغيظ اللي جوايا في الاكل، او ان الانسان بيكون بياكل وناسي نفسه قدامه التلفزيون او بيتكلم في التليفون وبياكل وهكذا. هذه العادات الصعبه كانت من نتيجتها ظهور هذا المرض الذي هو السمنة أو البدانة المفردة. سيادتك لما قلتي إن الطرق البديلة أو الأدوية أو الحاجات زي كده، السمنة عشان أعالجها أنا من وجهة نظري أبدأ بطريقة ثلاثية. الأسلوب الغذائي الأمثل، بمعنى إن كل إنسان بياخد طريقة الأكل اللي تناسبه، وصعب جدا إن إنسان يقول أنا هعمل رجيم أنزل 5 كيلو في الأسبوع، أو إن أنا هعمل رجيم يجيب 3 كيلو في الأسبوع، ده حاجة صعبة. الطريقة المثلى هي من نص كيلو إلى كيلو كل أسبوع، لأن التنزيل الفجائي للجسم بالأسلوب الغذائي بيؤثر تأثير ضار على الجسم من ناحية، من ناحية الدهون الموجودة في تجويف الكليتين. لما تم سحب هذه الدهون بطريقة عنيفة ممكن الكلية تسقط، ممكن ده يؤثر في التبول ويؤدي حتى إلى سقوط كلوي أو فشل كلوي أو حتى يؤثر في حياة الإنسان. وعشان كده احنا بنقول الطريقة الأولى هي الأسلوب الغذائي الأمثل بطريقة منظمة، انزل جسمي بطريقه هاديه على فتره طويله، وبالتالي اقدر احافظ على رشاقه جسمي طول العمر. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه عشان احافظ على جسمي هي الاسلوب الرياضي. لازم الانسان يمارس ولو على الاقل رياضه المشي لمده على الاقل نص ساعه كل يوم، ويمكن في بحث ظريف اتعمل وبيقول ان المشي لمده 22 دقيقه على الاقل هو الذي يستطيع ان يؤثر في السعرات الحراريه في جسم الانسان. يعني اللي بيمشي اقل من كده بيكون تاثيره ضعيف جدا. المشي ده ممكن يحرق الدهون ويستخدمها كمصدر للطاقة من ناحية، المشي ده ممكن يمنع تراكم الدهون قليلة الكثافة على جدار الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل من ارتفاع ضغط الدم، يقلل من أعراض الذبحة الصدرية، يقلل من النزيف والجلطات، دي من ناحية تانية. الحاجة الثالثة أن المشي بيخلي سحب الدهون من العضلات أقل من سحب الدهون تحت الجلد، وبالتالي يكون الإنسان قوي وقوي الإرادة. الطريقة الثالثة في أسلوبي لعلاج السمنة بين الأسلوب الغذائي والأسلوب الرياضي هو قوة الإرادة. ما يجيليش شخص يعمل رجيم وبعدين يقول كنت زمان بعمل رجيم وزني ينزل، ابطل رجيم وزني يزيد، اعمل رجيم وزني ينزل، بقت زي اليويو ينزل طالع نازل، ويقول بعد كده انا مش قادر اعمل رجيم. ما كانش عنده قوه اراده. علشان يقدر يحافظ على الاكل ويخليه اسلوب حياه مع الاسلوب الرياضي هيرجع بعد كده وزنه يزيد ويبقى عنده نوع من الاحباط. هي دي الطريقه المثلى للمحافظه على السمنه لو كنت انا احافظ على جسمي علشان احافظ على السمنه. والا هيبقى هناك دور لجراحات التجميل في علاج السمنه. احنا السمنه بنقسمها لثلاث حالات، وبيتم العلاج الجراحي فيها على ثلاث طرق مختلفه. النوع الاول اللي هو الحالات البسيطه للسمنه، اللي هي عباره عن تراكم للدهون في منطقه معينه زي الهنش او الارداف او منطقه الساقين وهكذا او الذراعين. دي بيكون مفيش دور الا لجراحه التجميل في مجال شفط الدهون. فبيبقى احنا هنا بنعمل شفط دهون للمكان اللي فيه عدم تناسق عشان اضبط المنظر او الكونتور الموجود بتاع الشخص، وهنا ده دور شفط الدهون. يبقى اذا شفط الدهون هو عمليه ليس لانزال الوزن ولكن لضبط المنظر.
ده النوع الاول من السمنه اللي هو عباره عن السمنه في مكان محدد. النوع الثاني من السمنه اللي هو فيه ترهل في عضلات البطن مثلا او ترهل في الدهون في الساقين. النوع ده زي مثلا ترهل حرارات البطن الانسان، الست اللي بتولد كذا مره من غير ما تحافظ على رشقتها، او الشخص اللي كان رياضي وفجاه بطل وقعد وابتدى يتكون له كرش وابتدى يبقى صعب، هنا بيبقى فيه ترهل في عضلات البطن. هنا جراحات التجميل بتعمل جراحه اعنف عباره عن ايه، ثلاث عمليات في بعض. العمليه الاولى انه بيتم شفط الدهون في جدار البطن بالكامل. العمليه الثانيه انه بيتم تخييط العضلات اللي فتحت في جدار البطن. الحاجه الثالثه استئصال الجلد والدهون بالكامل. دي برضو من العمليات البسيطه اللي بتتعمل والعيان بيعملها وممكن يخرج في نفس اليوم او يخرج ثاني يوم. النوع الثالث من جراحات التجميل اللي هو العيان الضخم، العيان اللي وزنه عدى 180 كيلو 200 كيلو. العيان ده لا هينفع فيه استئصال جلد ودهون ولا هينفع فيه شفط دهون. ده بيتم المعامله معاه بطريقه من ثلاث طرق. يا اما الطريقه الاولى ان انا بركب حلقه على نهايه البلعوم من اسفل او نهايه المريء من اسفل. الحلقه اللي نهايه المريء دي بيكون ليها جزء مزروع تحت الجلد. عن طريق الحقن بتاع الجزء ده اقدر اتحكم في الحلقه بان انا اقفل المريء او افتحه. دي طريقه اللي هي تركيب حلقه على نهايه المريء. الطريقه الثانيه اللي هي تحزيم المعده، ان انا بركب حلقه على المعده نفسها بحيث ان انا اخلي المعده جزء كبير وجزء صغير. الجزء الصغير ده مجرد ما الانسان بياكل بيحس ان فيه امتلاء فما بيكملش باقي الاكل. الطريقه الثالثه ما يسمى بتدبيس المعده، وتدبيس المعده معناها ان انا بدبس جدار معين من المعده تحت الفتحه الفؤاديه بحيث ان يكون كميه الاكل اللي داخله ما تزيدش عن 100 سم مكعب. والتدبيس ده ممكن يتم عن طريق منظار او عن طريق جراحه مفتوحه عاديه. والحقيقه كل من الجراحات الثلاثه صحيح ان انا ما بلاقيش نتيجه في الحال، ولكن المريض بيبتدي وزنه يقل بعد 5 شهور 6 شهور، لكن ما فيش طريق في الانسان البدين جدا اللي وزنه يزيد عن 180 190 200 كيلو الا اني لازم يا اما اعمل تدبيس معده يا تحزيم للمعده يا تركيب حلقه لنهايه المريء. شكرا يا دكتور. شكرا. اعزائي المشاهدين في نهايه لقائنا بنشكر الاستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه، وبنشكركم وبنلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم وفقره الجمال والجلد. شكرا لكم والى اللقاء. We'll be right back.